حنا نحوسوا انسان صالح اللي يخدم البلاد. هذا ما نقوله، انسان صالح اللي يخدم البلاد. يعني نحبه انا من البكري وقت حتى ابو مدينه حبه، كي كان وزير شباب والرياضه وكان وزير خارجي. خدم هذايا، هذا سي لو سامبول كيف تاع نقولوا تاع لافريك دي سيد وسموه مانديلا. مانديلا هذايا كي شغل يشبه له سي لو ميور بريزيدون. ماشي ما خدمش، بصح هو راهو عيا قد قد، وهم درك هذوما اللي يجري في البلاصه تاعو راهم العينين باينين ها هم وين. بصح احنا نقولوا ربي يجيب له الشفاء ويشفيه، بصح هو راهو قاعد يدير بركم، هما اللي يسيروا بالحاله. ونامل ان المواطنين الجزائريين يتوجهون كرجل واحد الى صناديق الانتخاب ويقترحون وينتخبون البرنامج اكثر ثراء ونفعا للشعب الجزائري. مستينات ما استفدنا والو، مستينات واش غنستناو 15 سنه ما خدمش البلاد، راح في الموند هذا يزيد يخدم البلاد. والله كرهنا خويا، بركات كرهنا. يعني راح نستنى والو من الانتخابات هذه هنايا، وعود كل يكذبوه، كل سرقه، كل ما عندنا حتى راح نستناو منهم. اللي يجي يقول لك نديروا 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 ما درنا والو، ما انا راح يديروا لنا والو، ما راح يديروا لنا حتى حاجه. الراجل عقب وقته ما قلناش ما خدمش، والله راه تبارك الله فيه خدم على كل حال. بس حيخلي بلاصتو للجيل لجناش تاع اخر زمان. كل واحد يعبر الراي تاعو. انا راني مع بوتفليقه، ميت حي انا مع بوتفليقه. السلام عليكم. حر انا حر. فيلم كشغل باين هاو معروف شكون اللي راه يربح وشكون اللي راه ينجح. انا تبان لي مسرحيه ومعوده برك. كما الانتخابات الاولى، كما الثانيه، كما الخمس سنين اللي فاتوا، كما الخمس سنين هادو، كما الانتخابات اللي فاتوا كل ما يكون فيها حتى تغيير. هاي تمشي الجزائر كما يحبوا، ماشي كما يحب الشعب. بالنسبه للانتخابات اللي راه صرا في الجزائر، نتمناو خير ان شاء الله للبلاد، ونتمناو تكون انتخابات نزيهه شفافه. نتمناو اللي يكون على سما قادر اللي يخدم الجزائر يخدمها. واش نستناو؟ ان شاء الله يجي راجل صالح يخدم لنا البلاد. هذا واش نستناو؟ بويسك بزاف عينا. الاغلبيه تاع الشباب عيات. احنا الشعب راه شعب راه مثقف، وشعب راه شعب واعي بزاف بزاف. وراحت هذيك تاع بكري تاع الناس اللي حابين يحكموا البلاد من بكري يحكموا البلاد، يقول لك احنا واللي درنا الجيش، واحنا اللي خدمنا الثوره، واحنا اللي ما على باليش، احنا اللي بنينا هذه الدوله. احنا دوك يعطيونا الفرصه للشباب، راهي 73% كلها شباب. انا نقول انا كمواطن نسعى من أجل أن يفوز المترشح الذي نراه مدركا لحقيقة الأوضاع، مدرك لكل مرحلة من مراحل الدولة الجزائرية. الانتخابات الجاية واش ننتظر منهم؟ ننتظر منهم التغيير، تحسن الأوضاع، تحسن الأوضاع ما على كافة المستويات. إن شاء الله نتمنى الخير للبلاد، ومهما كان يسمى المترشح. بالانتخابات هذو ما نستنى والو أنا، راني قطعت الامل فيهم كاع كما راهم. انا سوي بور لافونير لي جام بوتفليقه. لا احنا انا كونتر بوتفليقه. انت انا شاد كيفاه اللي يحكم الكرسي يشوف غار صلاحه ويشوف لونطوراج تاعو، يشوف منا الرئيس هذا صح راه خدم البلاد، خدم منا راه مريض، يخلي واحد اخر يخدم. ماذا بينا هذا السيد الرئيس يقعد لنا؟ ماذا بينا احنا رانا نشتيوه كي يخدم حاجه مليحه؟ احنا ما قلناش لا، احنا ماذا بينا يخدم للنهايه. بصح هذا لا كان شاف روحه ما يقدرش يخدم، يدير الراجل المناسب في الوقت المناسب. احنا نستناو لهنا، نستناو يوقف معنا كي بكري كي درك. انا رانا معاه للنهايه، كي درك كي بكري. هذا ما راني نحوسو حنا، حوسنا المرات عندها الحقوق، الراجل عندها الحقوق، يخدم لنا الصوالح اللي محتاجين فيها. بزاف كاين بلايص الناس، كاين المراه كاين الراجل، راه محتاجين بزاف الصوالح. الرياضيين من مدينه تبسة نحكوا على الانتخابات هذه، ان شاء الله نتمنوا يكون العرس هذا عرس جزائري، مهما كانت النقاشات اللي تدور في بين المنتخبين. ابريل سيكتب باحرف من ذهب في تاريخ الجزائر، وخاصه ولايه تبسة التي تعتبر من الولايات الرائده خاصه في الاستحقاقات الوطنيه. وانا كممثل لرب عين سافرح لاي واحد مرشح اللي راه باللي بإمكانه تحقيق طموحات وأمال البلاد.
مرشح يتعايش مع أحاسيس المواطنات والمواطنين. راني في حزب العدل والبيان، نحن رانا منظمين مع مرشح الحر سي علي بن فليس، ونحن ماذا بينا الانتخابات هذه تعقب نزيهة وشفافة وديمقراطية، وماذا بينا يعني عرس للجزائريين. ننتظر من هذه الانتخابات عرس إن شاء الله، عرس للجزائر، ونلتمس من كل المواطنين الجزائريين أن يتوجهوا إلى مكاتب الاقتراع لإكمال أو هذا العرس، وإن شاء الله أن نستبشر خيرا للجزائر وللشعب الجزائري. إن كل سنين تسقمني من سنكا أثناء عوجنا قلنا ممقر صليط سي با لابيلو كل ذا شهر نهضر دور نكوني قال 54 سنه وسعر المستقبل. نتمنى ان شاء الله بعد الانتخابات تكون فرحه وعرس جزائري، وان شاء الله الفوت يكون من نصيب فخامه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، ورانا الكل معاه والشبيبة كل معاه. وما نبقوش نحن كل عرس نتعاركوا فيه وكل عرس توقع فيه مشاكل، ماذا بينا يعدي عرس بيتم معنا كلمة والربح في الأخير راي الوطن، ربح الجزائر. بعد 17 يكون عرس للجزائر، وإن شاء الله تكون نتيجة للأصلح وأقوى، وإن شاء الله نتمنى تكون انتخابات نزاهة وشفافة، ونحن كل أولاد الجزائر ونخموا على الوطن نتاعنا، إن شاء الله ما تفرقناش الانتخابات. اختيار رجل يقود البلاد في الداخل ويقودها في الخارج، يجب أن يكون أكثر من رجل، وأرى ذلك هذه المواصفات راها في المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.